احنا بنطالب كل مؤسسات حقوق الانسان والدوليين انهم يساعدونا في فتح طريق الترمي الاطواني، لان هذه شريان الوحيد المؤدي لمنطقة اطواني ومسافر يطلع مع الشتاء والجو بقدروش يعني يسلكوها او انهم يمشوا مع هذا الطريق. الاحتلال الاسرائيلي خرج الطريق اكثر من مرة اغلق علينا يعني سنين قبل، واحنا كنا نفتحها يعني فهم الناس انهم مريضين انهم يتعالجوا، في ستات حوامل، في اطفال، في طلاب مدارس، في طلاب جامعات بيعدوا هذا الطريق. اذا صار مثلا مشاكل في هان، مشاكل مثلا حدا مرض هان برجله يطا، لانه في يطا مستشفيات وفي في قبه علاجته في يطا. بالنسبه لي انا كثير يعني بحاول اني اروح ليطا طلاب مدارس، يعني من اول الانتفاضه ما طلعتش هناك، يعني طريق مواجه صعوبة. أنا عندي مشكلة كمان في رجلي، أنا بقدرش أمشي مسافات كثيرة بعيد، فعشان هيك هم يعني مواجه صعوبة أنا مقدرش أمشي. حل الستات الكبار، حجات كبار، كيف بدهم يروحوا ليطا؟ اللي روح للمستشفى، روح للدكتور، روح ل مواجه صعوبة. أول إشي أنا بطلب من العالم إنهم يتحدوا معنا ونقوم بفتح هذا المدخل، لأنه مدخل مهم، إنه مهم للقرية للقرى كمان مجاورة لهي القرية. بدهم يتنقلوا من بلد لبلد بحرية، بدهم مش قيود، بدهم مش يفوتوا من حاجز لحاجز، بدهم مش يتفشلوا. قبل بإغلاق هذا المدخل وقمنا بفتحه قبل هيك، إن شاء الله مهما سووا مهما عملوا قاموا بإغلاقه كمان مرة، رايحين نفتحه كمان مرة، ومش رايحين يقوموا قوات الاحتلال بإغلاقه كمان مرة مهما عملوا، إن شاء الله رح نفتحه.